السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الحمد لله وليت شويه لاباس. لهلي خطكم عليا، شكرا الناس اللي كيسولوا فيا واللي تحرقوا عليا واللي بقيت فيهم واللي دعاو معايا. يا ربي تسهل عليهم، يا ربي ترزقهم من حيث لا يحتسبون وترزقهم الخير في كل خطوه كي يخطوها، ترزقهم يا ربي، تجعل لهم الخير وتعطيهم اللي فيها الخير، تعطيها لهم، واللي ما فيها خير جعل فيها الخير واعطيها لهم وسهل عليهم. يا سيدي ربي يا الحبيب يا الكريم، يا ربي يا ربي يا البنات، شحال عزيز عليا سيدي ربي، يا ربي يا الكريم يا الحبيب، يا سيدي ربي شحال عزيز عليا سيدي ربي، كنحماق عليه اللي خطي علينا. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، زعما دوك زعما ربي راه رحيم بزاف، كل ما كانش كيرحمنا شوف واش تغضب غضب 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 علينا، وفي الاخر رحمنا. وقيل البنات ما خصنيش نقول لها لا يخطي علينا، حرام ياك ياك، ميمكنش نقول هاد الكلمه ياك. البنات جاتني شويه في الشكل، يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي، واش هاد الكلمه سيدي ربي ما دايزهاش ياك؟ ما كيقولوش هكا، كيقولوش هكا البنات، كيقولوش هكا. تقولي الحمد لله، لك الحمد ولك الشكر، والحمد لله على كل حال. يا ربي يا ربي تجعل لهم في كل خطوه بركه، يا ربي تسهل علينا يا سيدي ربي يا سيدي ربي. اش غنقول لكم البنات بعدا؟ بغيت قبل ما نعاود لكم اشنو واقع بداك الشيء، غادي نشكر واحد السيده اللي هي اكرام، ساكنه في لا فيلفير، المدينه الخضراء هنا في البلاصه سميتها بوسكوره، المدينه الخضراء البنات ساكنه تما. قالت لك جالسه لاله هي في القنت، والعدوزه ديالها في القنت، وشادين الاخرى شاده تليفون، وهذه شاده تليفون، وهي تقول لها شوفي راه من النهار اللي جيت عندك وانا حاضيه ساره امي السعديه نقزاز ديك اكرام. قالت لها هذيك راه ديك المسخوطه راه صاحبتي، راه تعرفت عليها في اللايف في تيك توك، نهار كامل وهي دايره اللايف وانا حاضيه، كوكو تتصفر وتتحرك ونخلي ولادي وانا حاضيه ساره. ولا لا ديك اكرام ولادها كيقراو في شي ايكول قريبه ليا هنايا ياكو، ملي ولادها كيقراو كانت دايزه واحد النهار من هنا وهي تكلاكسون يبان لها ادم، هضر معاه من الشرجم، قالت لي كلمني يا ماما عطيتها النمره ديالي من الشرجم. ايوا لا بقينا ديما على تواصل في الواتساب، ومسكينه فاش فتحت جات عندي واحد الدريه ظريفه غزاله 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 فنه ما شاء الله عليها، الله يحفظها يا ربي. كنحماق عليك اكرام، تفرج شوفي تهلاي ليا في عدوزتك، راه قبيله عدوزتك، راه شكرتك لها العفيريته، تهلاي في العدوزه راه هي كلشي، راه هي ماماك الثانيه. ايوا البنات انا عارفه راسي خبرت عليكم، راني مريضه، دارني الكبيده ودارني مصراني، وكلكم كتقولوا لي يا ساره علاش ماماك ما جاتش عندك وشنو واقع، امك مخاصمه معاها وهاد المشاكل شنو واقع. انا اليوم قررت غنقول لكم الصراحه ونقول لكم شنو واقع، ولكن عطوني عقلكم وحكموا بالحق ونصحوني، حق انا بغيتكم تحكموا بالحق، انا بغيتكم تحكموا بالحق. ماما مريضه دابا، باغا نمشي نشوفها وما قدرتش، خفت تسد عليا الباب، والله خفت ما تحلش عليا الباب، نمشي عندها ما غتحلش عليا الباب، ما هي ما جاتش عندي، ودابا هي مريضه قسما بالله مريضه، عرفتي حالتها؟ قال لي اخويا سيري عندها، بغيت نمشي عندها وخفت ما تحلش عليا الباب. انا نقول لكم اشنو وقع دابا داك النهار البنات. كنا جالسين ياك، دابا جا عندي، دابا انا نهار اللي خرجت من السبيطار، نهار اللي جابتني ماما من لاكلينيك جابتني هنا، نعسات حدايا امي السعديه. نعم نعم نعم، شنو كندير فيديو؟ سمعتوني البنات؟ قلت لكم ماما جالسه امي سعديه حدايا وانا لهيا، جات ماما جالسه في الصالون في بلاصه ديال امي سعديه اللي دخل عندي في ديك البلاصه، اللي كنتي داخله من الباب غتشوفي في الصالون هكا، الا ما دخلتيش بواحد المترو للصالون ولا نص مترو عاد تشوفي هنا شكون جالس، يعني مضركك الحيط. جا عندي مصطفى في الليل، جا مع ديك العشرة الليل، ما شافش ماما في داك الوقت، جا دخل هنايا البيت النعال، بقى جالس شافني، وكانت حدايا امي السعديه وحدايا انس، شافني وقال لي كي بقيتي وكدازت العمليه. انا كنحشم، بقيت نقول ليه ما جيتيش عندي في العمليه وهادي وهادي، ما قلت ليه والو، انا سكت،
ياك هو يبقى يقول لي ايوا شتي كيفاش تلاحيتي هو بنادم لا كالك اللحم ولا حق عظم. قلت لي منك انت الاول ما جيتيش عندي انا كان كيحسب لي ماما راه مشات ما كايناش في الدار. المهم بقينا نهضروا هضرنا على القديم هضرنا على الجديد هضرنا على شي حوايج دازو امي السعديه هانيه وشي حوايج انا ما قايلهمش لماما ما فرهاش ماما. هو بدا كيضغط عليا الا بغيتي ترجعي غادي تحيدي التليفون ما غيكونش عندك التليفون غيكون عندك تليفون غير عادي غادي ديري الزيف غادي ما تبقيش تخرجي هادي نسي دوك الصحابات اللي كتعرفي نسي اي واحد عرفتي نسي اليوتيوب انت اصلا شوهتيني في اليوتيوب انا ما يمكنش ليا انت غادي معاك في الزنقه ويقولوا هذيك راه مرت فلان هذيك راه كانت في اليوتيوب اسا ملي بعد المرات كيعيط ليا كنكون غاده في الطريق كيسمع الناس كيقولوا يا ساره امي سعديه كي دايره لاباس كي كيقول لي اجي نتصور معاك كي كيقول لي اجي نضحك معاك كن غاده وكيدير الناس خاطرها عزاز عليا المتابعين ديالي على راسي وعينيا كنحمق عليكم. قال لي انا ما يمكنش ليا تبقاي غادا تاكلي فشي بلاصه كنمشيو لشي بلاصه ضروري كيجي شي حد كيعرفك كيبغيك راه اللي كيبغيو كيجيو عندك اما اللي ما كيبغوكش راه كيشوفوك على تيساع ويدوروا وجههم كل واحد كل واحد وشنو كيدير فهمتوا كيفاش دابا فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. هي هذيك ماما سمعات كلشي الخرجه اللي خرج قال انس قال لي شوفي الدري كيفاش دايره لي الشعر ديالو كل هبير كل مسطي فحال ما عندوش الوالدين. قلت له بصح ما عندوش الوالدين على عنده با كان عنده با كره تسول فيه تزايدنا في الهضره وانا فاتحه. المهم قال لي الهضره ماشي دابا حتى تصحي وديك الساعه نهضروا. خرج انس خرج عثمان خرج ادم انا كيسحب لي ماما مشات شديت السعديه درت لها في التليفون الشيخات في التليفون الاخر التليفون ديالي هذا درت اللايف في تيك توك واحد شويه اما البنات اللي كانوا في اللايف في تيك توك كذبوني واش كذبت ولا لا قولوا لي انا على الله وعالي. تمات ماما جايه دخلات عندي وهي تقول لي رجعت حليمه لعادتها القديمه. قلت لها شنو؟ قلت لها ماما راني دايره اللايف ما تسوقاتش ليا. قالت لي رجعت حليمه لعادتها القديمه. قالت لي حيدي التليفون للسيده خلي السيده عليك راه مبقى لها والو خليها تسبح وتصلي صافي. حيدت ليها التليفون بقيت دايره اللايف وهي تقول لي طالقك جاي يدخل عندك يدير في بيت النعاس. قلت لها شنو؟ ما عندوش الحق يدخل عندك البيت النعاس صافي. بديك الغوته اللي غوتاتي قلت لها ماما اش كتقولي اش كتخربقي قطعت اللايف. قالت لي ما عندوش الحق يدخل والبيت النعاس وداز من حدايا وما هضرش معايا هو ما شافاش وما عبرنيش حنا والدين ولا. بقات كتغوت. قلت لها ماما اش كتقولي تخربقتي تزايدنا في الهضره بعد كنت زايد في الهضره نط مشيت حاشاكم الطواليط رجعت لقيتها مشات للدار ما لقيتهاش. المهم غد لي في الصباح فقت وجدت الفطور من سعديه وجدت لي الفطور فطرنا كلشي جلسنا وفاتحه انا دقه دقه كنمشي. جابت معاها طبسيل ديال السلو جابت معاها طبسيل التمر جابت معاها كاس عامر داكشي الحسوه جايبه مع الفطور جايه. قالت صباح الخير قالت لي جبت لك الفطور قلت لها فطرت بقات كتشوف فيها هكا انا ملي قلت لها فطرتي تسحب لها انا تنفخت عليها. قلت لها زعما بحال ما رضيتش باش جايبه لي الفطور والله ما كاين هاد الهضره. قلت لها ماما راني فطرت حيت انا دايره العمليه فطرت صافي فطور واحد. المهم علينا نط هكا لقيتها كتهضر مع لميا كتعاود لميا. قالت لها شوفي هو صافي طلقوا حرام عليه ما خصوش يدخل لهاد الدار هاد الدار بغى ولادو تهبطهم ليه برا ما يطلعش ما يحطش رجلو في هاد الدار صافي. هي مطلقه منه ما يحطش رجلو في هاد الدار صافي سالينا حبسوا نط عندك. لا ماما مش كتعاودي لميا لميا كتجي عندي لداري وكما كنعاودش لها اسراري ماما ما تعاوديش لميا بيني وبينك شي حاجه قوليها لي انا ما تعاوديش لميا وصافي ماما ما تعاوديش لميا ما عيقتي بسلت يا ماما صافي. وهي واخا هكاك ما تسوقتش ليا. المهم جيت البيت النعاس جيت قالت لي السعديه مالك ناضت السعديه كتخوت قالت لي صافي باغا نخرج يضربني البرد وهذا وهذا. جيت قلت لها ماما صافي هادشي اللي بغيتي ويجي عندي ويتقول لي شوفي ما يدخلش للدار. قلت لها بوات ولادي يدخل يشوف ولادو. قالت لي ما يدخلش لبيت النعاس بيت النعاس مقدس واش نتيا واش باغا واش نتيا نصرانيه ما فكش دم الاسلام خاصك تكوني مسلمه الراجل ما يدخلش لبيت النعاس. تزايدنا في الهضره في حركه. قلت لها ماما يدخل بيت النعاس. قالت لي واش انا امك كتحداني؟ قلت لها ما كنتحداكش يا ماما. قالت لي انت مدلوله. قلت لها ماما هذاك ربات ولادي. قالت لي السعديه شدات السعديه في حركه قالت لها يلاه نمشيو شدات السعديه جراتها بغات ديها
انا قلت لها ما غديش السعديه، خلي السعديه معايا من نساري. حطيت السعديه، انا ما قصدتش ننشر الماما اللي دار، غير بغيت زعما نحط السعديه وانا معصبه وهذاك، ومع انا درت الماما هكاك وماما معصبه. صرفقاتني الصرفقه اللي صرفقاتني، انا ضربت على الناموسيه بحال هكا كل وقت فلي وقفت. قلت لماما ما ضربتش يعني بحال هكا، وهي تشدني وهي دفعني عاود دفعاتني، قالت لي السعديه اجي. قلت لها ماما دفعتيني، وهي تبقى تقول لي ما يدخلش للدار راجل، بقات تتغوت شي هضره كنهضروا كنهضروا كنغوت. دخل بابا، دخل اللي دخل بابا كيشوفني كيسحب لي كرد الهضره مع ماما ولا مضى. ما عرفت واش قال لي راسه، شدني من شعري بقى كيشتف لي على كرشي برجله، بقى كيضرب يضرب يضرب وكيضربني هكا وكيضرب فيا هكا وكيضرب فيا هكا. صافي ماما كتفك، ماما كتفك كتجر فيه. المهم كليت قتله ديال العسل مع البابا وانا فاتحه. صافي قال لي بقى كيدفل عليا وكيغوت كيقول لي انت ميكروب، انت شوهتينا، انت ما خليتيش لينا فين نعريو وجهنا، انت ماشي بنتنا، حنا ما ولدناكش، حنا بيننا وبينك دعيناك الله ياخذ فيك الحق، ما بقيناش نقدروا نخرجوا وجهنا في الزنقه، ما بقيناش نقدروا. زدتي طلقتي مع السيد وجايه مدخلها للدار، علاش يدخل الدار؟ ما يدخلش للدار عنده ولاده يتسناو لتحت، ما يدخلش عندك البيت النعاس. قلت لهم ما دار والو، انا بقيت كندافع على مصطفى، كندافع عليه، هما ما عجبهمش حافش انا دافعت عليه. قال لي انت مدلوله، ماما بقات تقول لي انت مدلوله، انت كتبغي واحد ما باغيكش، هذا الشيء ما عندناش في الدين. انا باغي بنتي تكون دايره الحجاب، انا باغي بنتي تصلي. انا قلت له وي انا ما نقدرش ندير هذا الشيء دابا، انا كنصلي ونقطع، ما يمكنش ندير الحجاب ماما. وانتم جاوا عندي ما بقوش جاوا عندي، ما بقوش عقلوا عليا. دابا انا ماما باغا نمشي عنده، خايفه تجري عليا من الدار، خايفه تجري عليا. انا دابا وليت شويه الحمد لله، ما حقلوش عليا. دابا هي مريضه، عيط لي اخويا قال لي ماما كراها مريضه، بغيت نمشي نشوفها وخفت يجريو عليا من الدار. قسما بالله العلي العظيم حتى دخلت ما عارفاش شنو غادي ندير، ما عارفه. انا ما درت والو، وماما كتعرف الراجل اشنو داير. لا السيد راه جاي غير شافني، وزائد واحد الحاجه هو ما جاش عندي للسبيطار باش نقول ليه يجي عندي صحه البنات، راه ما يمكنش. واش انا نقول ليه يجي عندي صحه؟ يمكنش. صافي بقاو كيغوتوا، هادشي اللي طرا. صافي جرو امي السعديه داوها، مابقاوش كيهضروا معايا. صافي مابقاوش كيهضروا معايا، مابقاوش باغين يدير. بابا لقيت عنده الدوبل ديال السافوش، حيت اصلا كنت الباب تاع الباب ساده انايا ديال الدار مسورت، مسورت الباب ديال الدار مسورت، فانا كنت مسورته وجالسه. يعني انا كنت كنهضر وانا تايقه في راسي، راه بابا ما غايجيش وما غايدخلش، حتى انا بغي يدخل غير نسمعوا الدقان في الدار. حتى بابا حل الباب بالساروت ودخل، دايرين الدوبل ديال الساروت للدار. هادشي اللي وقع لنا. واش انا غالطه؟ الا كنت غالطه كتبوا لي في الكومونتيرات غالطه، راه ما درت حتى شي حاجه. نقول لكم السيد ربا باش ولادي، وفاش دخل عندي الهدر انا فاتحه، على فين غادي نشوفو؟ نشوفو وانا فاتحه في الصالون ما كنموتش، فين غنشوفو؟ نشوفو فين نشوفو؟ رد دخل وجا عندي لهنايا البيت النعاس، وحداه الدراري، وحدايا الدراري، وحدايا ام السعديه. انا شنو هو العيب وشنو هو الحاجه الخايبه في هادشي؟ قولوا لي واش حرام واش عيب؟ ماما قالت لك حرام، ماما قالت لي انا كنفسد اخلاق ام السعديه، كنعلمها الشيخات وكنعلمها الطريق الخايبه. انا كنبغي نفوج عليها البنات، انا كنبغي تضحك. مره كبيره كتبقى تبان لك مركنه، واش غتبقى شاده التسبيح والصلاه؟ الصلاه لا بزاف، وشويه الله شويه انتوما، شويه الضحك انتوما، انتوما دابا فهموني، شويه الضحك شويه تصلي، شويه تنشط وشويه تصلي. واش السيده غتبقى تدخل في ديبريسيون؟ غتحماق السيده، غتبقى مسكينه شبقى لي راه تبقى دايره غير هكا. تصلي خاص ضروري تخرج شويه وتنشط شويه، علاش انا نفسد لها اخلاقها؟ اه ما نفسدش لها اخلاق والله العظيم. انا كتجيني بالعكس، كنخليها تعيش الحياه، انا كتعيش معايا الحياه، كنعيش معايا الحياه، ضاحكين لاعبين ناشطين، علاش نفسد لها اخلاقها؟ والله العظيم يعني كيجيني ما فهمتش، كترد لها وكتضحك والله. شي نعطى الله، بغيت نمشي عندها خفت تجري عليا تقول لي جابك. دابا انا راه صحيت، راه كانت تنقول لهم والله ما يجي عندي حد، من نمشي عند حد مسخوطه. انا مسخوطه الوالدين عاقه والله العظيم، والله العظيم.
شنقول لكم الله يصاوب وصافي الله يديم اخلاق و هادشي اللي عطى الله. ادعيو معايا وقولوا لي البنات الا كان فيا لا فوت قولوا لي يا ساره نمشي فيك الخطا ونمشي قدامكم ونطلب السماحه من ماما ونمشي عنده ونطلب السماحه ونبقى نطلب فيه وندي معايا شي واحد يحلوا عليه الباب بعدا ندخل انا مورا. واخا كنت انا هما الا كانوا هما غالطين ما يجيوش عندي، انا عارفاهم ما يجيوش عندي، يجيو هادشي كاع يجيو عندي نقلب على شي صرخه اخرى من عندك بابا والله ما كيحنش. ناري البنات عيني جاب الله ما يتفرش وما كيتفرش فيا، عينيه كيخرجوا بحال هكا نوريكم، عينيه كيخرجوا بحال هكا هكا عينيه كيخرجوا، حجبانو كيوقفوا، فمو كيكبار هو اصلا فمو كبير. تقول لي شيطانه انتي يا شيطانه انتي شيطانه انتي شيطانه، عرفتي اش قال لي البنات انتي يا الشيطان غيكون غيتلاقى اقسم بالله البنات قسما بالله كيقول لي انتي الشيطان الا تلاقى معاك غيهرب يقول ناري تلاقيت مع ساره غيخاف منك ويهرب. الشيطان قال لي قدامك كيحط سلاح الله يديم خلق. السلام عليكم وتهلاو في راسكم والله العظيم الا ضحكه كنهضر معاكم و كنعاود لكم وحاولت نبسط الامور ما بغيتش نبكي ونشكي انا كنهضر عادي داك بكا وشكا وانا ري داروا لي وانا ري فعلوا لي وانا تركوا لي انا عاودت لكم بواحد التلقائيه يعني بحال شي حاجه ما كاينه حيت ان شاء الله باغا حتى شي حاجه ما تكون ونمشي نشوف الوالده ديالي عادي انا شنديو من هاد الدنيا راه عندنا غير الوالدين. السلام عليكم بغيت نتصالح معاك ماما الا شفتي هاد الفيديو راه انا ما درت والو راه هذاك اسمعيني هذاك راه كيبقى بوات ولادي راه ماما ماشي دخل البيت نعس كيبقى مقدس اه ولكن ماما راه جا شاف راه شافني انا مريضه راه باقا مريضه شوفي وجهي انا نقرب حدا الكاميرا شوفي وجهي شوفي حالتي كبيره راني مريضه ماما حاولت نبسط الامور وكنضحك ودرت دابا بحال شي حاجه ما كاينه ودرت بواحد الطريقه ماما مسالمه اللي ان شاء الله انا عارفه كتشوفي في هذا الفيديو الا شفتي وسمحتي لي انا غدا نجي عندك سمعتيني انا غدا غادي نجي عندك كنحيد لك بلوك من الواتساب حيت انا دايره لك بلوك حيدتو لك حكا قبيله لقيتك انت مازال بلوك يعني حيدي لي البلوك والله ماما تعزيزه عليا وكنبغيك ولكن كتشديتوني ريشتوني عطيتوني قتله العصا واش انا ماشي بنتكم انت الا كنتو مربيني ما نقولش لكم وريوني عائلتي ما عندي ما ندير ما دام لاحوني ما عندي ليش غندير كنقولي لي راني مربيتك صافي كنحماق عليكم. السلام عليكم.